رجعنا معكم مشاهدينا، وهلأ عنا فقرة نحكي فيها عن احتياجات الرياضيين للبروتينات حتى ما نوقع بمشكلة المكملات الغذائية والبروتينات المصنعة اللي حكينا فيها بأول الحلقة. خليني بس وضح شغله، نحن قد ايه بحاجه جسمنا، يعني حدا شخص منه رياضي قد ايه بحاجه جسمه لبروتين باليوم؟ نحن بحاجه ل 0.8 جرام لكل كيلوغرام من الوزن، يعني اذا شخص وزنه 70 كيلو بحاجه ل 56 جرام من البروتينات. هون عم نحكي عن شخص ما بيعمل رياضه، وشخص ما عنده ما بيعمل بادي بيلدينج، ما بيعمل رفع اثقال. أما للشخص الرياضي، لما نحكي رياضي يعني رياضي بشكل مستمر، ويعني مينيموم 3 مرات بالأسبوع مع مثلا رفع أثقال، أو يمكن شخص رياضي بيكون عنده الجري كتير، بيكون عنده نشاطات كتيرة وصعبة، مش رياضي يمكن منروح مثلا مرة بالأسبوع على الجيم بنعمل نص ساعة مشي، مش هيدا هون، مش عم بحكي عن هيك. بهيدي الحالة ما بتكتر كتير احتياجاتنا، احتياجاتنا بتبلش تتغير لما نفوت بمرحلة تقريبا الاحترافية بالرياضة. قد ايه احتياجاتنا بتصير؟ بتصير من جرام واحد لجرام فاصل اتنين بكل كيلو جرام من الوزن. يعني اذا شخص رياضي وزنه 70 كيلو بتصير احتياجاته للبروتينات اليومية من 70 ل 84 جرام من البروتينات. طيب هيدي الاحتياجات، نحن كيف فينا نبلش نحسب؟ يعني كل شخص هلا عم يحضرني ومهتم يعرف يحسب قد ايه هو عم يتناول او كم جرام من البروتينات عم يتناول. هلا انتم عرفتوا ممكن تحسبوا قد ايه جسمكم بحاجه للبروتينات باليوم من خلال الارقام اللي اعطيتكم اياها. بس هلا النقطه الثانيه اللي بدنا نعرفها كمان، قد ايه نحن عم نتناول بروتين باليوم. خليني أعدد لكم معظم المأكولات اللي بتحتوي على البروتينات، وقلكم كل نوع من الأكل قد ايه بيحتوي على كل على كم جرام من البروتينات. يعني إذا بدنا نحكي عن البيض، طبعا البيض هو من المصادر الغنية كتير بالبروتينات، خاصة بياض البيض بيحتوي، يعني كل بيضة واحدة تحتوي على 6 جرامات من البروتينات. هون فينا نبلش نحسب، يعني نحن إذا بحاجة مثل ما قلت لكم تقريبا ل 50 جرام من البروتين باليوم، بنبلش نعد بكل نوع أكلة قد ايه فيها كم جرام بروتين، نحسب مثلا أنا عم بفطر مثلا الصبح بيضة ولا بيضتين، وبقدر أعرف أنا مثلا أخذت 6 جرامات من البروتين الصبح ولا لا أخذت 12. وطبعا البيض مثل ما قلت موجود ببياض البيض، إنما حتى صفار البيض ما بيضر إذا كنا رياضيين. بس بدي نوه لشغلة، بدي اقول ليش الرياضيين بننصحهم يشيلوا صفار البيض. انا ماني من الاشخاص اللي بنصحهم يشيلوا صفار البيض، بس ليش اوقات بننصحهم؟ لحتى ما يشبعوا من بيضتين وثلاثه ويقدروا ياكلوا اكثر كميه اكثر من بياض البيض، بنقول لهم شيلوا الصفار، مش لانه الصفار مضر ومش لانه بيعلي نسبه الكوليسترول بالدم. انتبهوا منا هيدي النقطه، لانه الصفار بشبع، يعني اذا بدنا ناكل عاده بناكل مثلا 4 بيض، مع الصفار ممكن نقللهم نصيروا 3 او 2، هون نسبه البروتينات بتخف، ونحن بنكون كرياضيين عم نجمع اصلا بروتينات كثير، فبنفضل نقول خلص طب بنشيل الصفار وبنخلي البيض تنربح اكثر كميه بروتينات، مش لانه الصفار بتخن ولا لانه الصفار بيعلي نسبه الكوليسترول بالدم، الا اذا شخص هو اصلا مصاب بالكوليسترول بننصحه اكيد يخفف الصفار. هيدا عن البيض. خلينا نحكي عن صدور الفراخ مثلا، دايما بنقول صدور الفراخ مش الورك ولا الفخذ. ليه؟ لانه الرياضيين بحاجه قد ما فيهم يكونوا عم بخففوا من الدهون المشبعه، لانه بتضرهم كثير وما بتخلي العضل يكبر بشكل صحيح. صدر الفراخ القطعه اللي تقريبا شايفينها بالصوره تحتوي على 30 جرام من البروتينات. صدر فراخ واحد يحتوي على 30 جرام من البروتينات. أما قطعة اللحم اللي معمولة على شكل ستيك واللي هي كمان تقريبا بتعادل 100 جرام، اللي كمان شايفينها قدامكم، بتحتوي تقريبا على 25 جرام من البروتينات. قطعة السمك الفيليه، القطعة اللي حضرناها مثلا اليوم مع بعض، أو مثل ما شايفين بالصورة قطعتين صغار تقريبا اتنيناتهم بيوازوا 150 جرام،
بيحتوي على 22 جرام من البروتينات. هون اذا صرت اذا بدنا نبلش هلا قبل ما كمل نبلش نحسب شوي، تخطينا ال 70 جرام تقريبا من البروتين بنهارنا، اللي هو يعني اي رياضي بيقدر يكون عم بيأمنهم اذا متبع حميه غذائيه معتدله بتحتوي على البروتينات اللي جايه من الاكل. خلينا نكمل مع كوب اللبن بيحتوي على 8 جرامات من البروتينات، ان كان لبن كامل الدسم ولا لبن خالي الدسم، نسبه البروتينات ما بتختلف ابدا بين حيلا نوع من اللبن، بيحتوي على 8 جرامات. الزبادي كوب زبادي بيحتوي على 10 جرامات من البروتينات. نوصل للشوفان اللي هو مش بس مصدر بروتين انما مصدر نشويات وطاقه. الرياضيين كثير بننصحهم يكونوا عم يتناولوا الشوفان على الفطور لانه بيعطيهم الطاقه. كوب من الشوفان بيحتوي على 25 جرام من البروتينات، كميه عاليه يعني مثل صدور الفراخ مثل اللحمه، يعني كوب من الشوفان بيحتوي على نفس كميه قطعه ستيك من البروتينات، وهذا شيء كثير منيح. فممكن اي رياضي اذا فطر الصبح مثلا كوب من الشوفان 25 جرام مع كوب من اللبن، هون وصلنا تقريبا يعني ل 32 جرام من البروتينات، تقريبا وصل لاقل شوي من نص احتياجاته، يعني هين نأمن احتياجاتنا من البروتينات بس من خلال الاكل. عندنا قطعه جبنه مثلا، قطعه جبنه كبيره اللي هي 100 جرام بتحتوي كمان على 25 جرام من البروتينات، يعني مش قطعة صغيرة قد المكعبات اللي شايفينهم، مجموعة مكعبات أو تقريبا كوب من الجبنة المقطعة مكعبات بتحتوي على 25 جرام من البروتينات. هلا في عنا البقوليات كمان اللي هي بتعتبر مصدر بروتينات، بقوليات اللي هي الفول، الحمص، البازيلا، أي أنواع بقوليات موجودة، الفاصوليا، تحتوي على الكوب الواحد المطبوخ بعد الطبخ طبعا بيحتوي على 18 جرام من البروتينات. يعني لكل النباتيين ممكن تكونوا عم بتأمنوا احتياجاتكم من البروتينات من الشوفان اللي هو نوع من انواع المأكولات النباتية، من البقوليات، وكمان عندنا كوب من الخضار المطبوخة بيحتوي على 14 جرام من البروتينات، كمان نسبة مقبولة. يعني حتى نحن لو عندنا نباتيين بنقدر نأمن كل احتياجاتنا من البروتينات. واخيرا الرز، في اشخاص بيقولوا انه هو مصدر بروتين كمان، انه ممكن يكون بيحتوي على البروتين، بيحتوي الرز بيحتوي على البروتينات اكثر من المكرونه واكثر من العيش، بس نسبه قليله يعني 4 جرامات، يعني كوب من الرز المطبوخ بعد الطبخ بيحتوي على 4 جرامات من البروتينات. شو خلاصة كل أو شو الهدف من كل المعلومات اللي عم بعطيكم إياها؟ الهدف مثل ما قلت وبرجع بعيد، ممكن تكونوا عم بتأمنوا كل احتياجاتكم من البروتينات من الأكل من دون ما نلجأ للبروتينات المصنعة والمكملات الغذائية، لأنه مثل ما قلت ببداية الحلقة رح يكون في عندكم أضرار كتير، خاصة إذا كنتوا عم تاكلوا أكل وعم تاخذوا البروتينات من الأكل وترجعوا تزيدوا عليهم المكملات الغذائية، هون بدنا نفوت بكل الأضرار اللي ذكرتها بأول الحلقة. فحسبوا احتياجاتكم، صارت سهلة هلأ عليكم، حسبوا أنتوا قديه بحاجة لبروتينات، رجعوا حسبوا قديش بكل أكلة عم تتناولوها فيها بروتينات، وهيك بتقدروا تقارنوا أنتوا قديه عم تاخدوا وجسمكم قديه بحاجة، تتعرفوا إذا لازم تاخدوا مكملات ولا لأ.